السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي موقع الدار، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كيف عودناكم يعني خلال اللقاءات المباشرة نحاول ما أمكن نتقاسم بعضياتنا الأفكار ونتقاسم الرؤى يعني في مجموعة من المواضيع. اليوم غادي نتحدثوا على امتحانات البكالوريا، الامتحانات اللي يعني هذا الامتحان وهذه المرحله اللي كتفصل يعني التلاميذ على المستقبل ديالهم واللي كتبين يعني التوجه ديال كل واحد على حده واللي كتبقى بالغه الاهميه يعني لا داخل الاسر ولا عند خاصه عند التلاميذ. يعني كنعرفوا ان الاسر يعني اللي كت الاب ولا الام يعني كيقدموا كل ما لديهم باش ان الابناء ديالهم يعني يكونوا كيتوفروا بكل الظروف المريحه واللي غادي تساعده باش انه يكون في امتحان البكالوريا يكون في واحد المستوى اللي يخليه المستوى النفسي والاكاديمي اللي يخليه انه يحصل على نقط عاليه ومن خلاله يعني كيضمن المكانه ديالو في المدارس العليا ويضمن المستقبل ديالو من بعد الشهاده. فبلا شك في ان الموضوع اللي ربما شاغل الذهن ديال عدد كبير من التلاميذ هو مع اقتراب امتحانات البكالوريا اللي ما بقاش كتفصل عليها بزاف ديال الوقت. يعني الوليدات يعني التلاميذ يعني يدخلوا الان في الاستعدادات وشفنا لا في مواقع التواصل الاجتماعي يعني الاهتمام كبير وشفنا طرق مختلفه وكل واحد على حسب الريسم ديالو على حسب الرغبه ديالو كيفاش كيبريباري كيفاش كيوجد للمواد العلميه ولا المواد الادبيه. وللقات يعني جدل كبير يعني احد الشباب الاساتذه اللي كيحاولوا انهم يقريو يعلموا طرق سهله للحفظ يعني بعض الاقاويل الاقوال ديال الفلاسفه واللي تعرفات بسبينوزا الفيلسوف اللي خلق واحد الضجه كبيره في واحد المقطع فيديو في مواقع التواصل الاجتماعي. فالمشكل ربما اللي كانت تطرح في مواقع التواصل الاجتماعي وفي تعليقات ديال بعض التلاميذ والاساتذه ايضا اللي هما ناقشوا هذا الموضوع هو عدم اكمال الدروس بواحد الشكل كبير، خاصه وان هذه الظرفيه اللي كيمر منها المغرب والعالم باسره يعني فرض على الدراسه عن بعد في بعض المحطات او الدراسه بالتناوب وبالتالي ما يبقاوش يعني بنفس الايقاع ديال البريباراسيون ديال الدروس، علما ان يعني كان واحد ما تقبلوش يعني لا التلاميذ ولا الاساتذه الموقف ديال وزاره التربيه والتعليم اللي اكدت على ضروره انهاء واحد المجموعه من الدروس في واحد الظرف وجيز واللي هو كيبقى غير كافي ولو ان يقدروا انهم يخدموا بهم بالنهار وبالليل ما يقدروش يوصلوا لذيك المرحله يعني كاطار مرجعي لتحديد الدروس اللي غادي يكونوا فيها الامتحانات. فاكيد انا هذه السنه رغم ان يعني ظرفيه خاصه فكنظن يعني العامل النفسي يعني هناك تلاميذ اللي السنه الماضيه دوزوا الجهوي وبالتالي يعني عاشوا نفس الاجواء ديال كوفيد 19 على المستوى التدابير الاحترازيه للوقايه من هذا الفيروس والامور اللي خصهم يتبعوها يعني داخل المدرسه وخلال الامتحانات باش انهم يكونوا يعني في واحد وضع نفسي مريح، يعني ماشي صوره اللي هي غريبه عليهم يعني اللي ربما يكون هناك تأقلم والمسألة اللي غادي تفيدهم وغادي تساعدهم يعني في هاد الامتحانات المقبلة إن شاء الله. فتحوا يعني فرصة للمشاهدين الكرام اللي حاضرين معنا في هاد البث المباشر أنهم يتقاسموا معنا في تعليقاتهم عن استعدادات التلاميذ لامتحانات البكالوريا خلال هاد السنة. في تصريح يعني السوسيولوجيا الباحث في سوسيولوجيا التربيه هنا ربيح حدف يعني كيشوف بان امتحانات البكالوريا يعني عندها طعم خاص خاصه في الظرفيه الاستثنائيه اللي فرضتها الجائحه كورونا، بحيث ان اذا نظرنا الى الاستعدادات التي قامت بها الوزاره فبلا شك انها يعني كتبقى تجربه التعليم عن بعد يعني كتبقى فيها صعوبه وبالتالي يعني كيتضح ان الطريق
ديال الاستعدادات، هو كيبقى في واحد النسبه كبيره من النجاح، ولكن ما وصلش لنفس المستوى اللي تعودوا عليه التلاميذ في السنوات السابقه قبل من ظهور هذه جائحه كوفيد 19. وكما ان الرمزيه ايضا كيعتبرها خاصه، لكن هل استفاد كل التلاميذ من التعليم عن بعد يعني بشكل صحيح، وكيف يمكن انجاح المرحله؟ يعني التساؤلات يعني كيبقاو كبيره ومطروحه للتعليم داخل المغرب خلال هذه الفتره. وايضا يعني واش يعني الاباء واش قدروا انهم يواكبوا يعني هالتغيرات الكبيره اللي كيعرفها المشهد الدراسي بالمغرب، وقدروا انهم يستنتجوا عدد من الدروس من السنه الماضيه اللي فعلا ان كانوا بعض المشاكل اللي واجهها التلاميذ بسبب انقطاع على الدراسه في البدايه، وحتى في العوده للاقسام يعني كان واحد ظروف يعني ربما ما قدروش انهم التلاميذ يتاقلموا معها بالشكل الجيد. فمن بين المقتطفات يعني المهمة على الناس اللي كيتكلموا فيها بلي لا يجب إعداد التلميذ للامتحان فقط، بل يجب إعداده للحياة، لأن ما بعد البكالوريا هو الأهم. لهذا وجب التخلص من عقدة البكالوريا، أما اجتياز هذا الطقس فهو مرحلة فقط لمسار طويل من التعقيد ولا المتوقع الذي سيواجهه المتعلم، بعيد حيث أن أغلب التلاميذ مع الأسف الذين هم في وضعية هشاشة يعتبرون بدون أو خارج المشروع، وبالتالي هم الأكثر تأثرا باجتياز امتحانات البكالوريا في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، خصوصا لعدم قدرة كل التلاميذ على الاستفادة من التعليم يعني عن بعد، وفي الظروف يعني في التقوية وفي كيف كنقولوا الساعات الإضافية اللي كيقوموا بها يعني بعض التلاميذ، ماشي كل شيء كيستفد منها، ولكن يعني كيبقى العمل والمتابعة والمواكبة ديال الآباء كيلعب دور كبير في تكوين وفي إعداد التلميذ لإجراء هذه الامتحانات. فالجائحة بطبيعة الحال يعني أعطتنا فرصة لإعادة النظر في طريقة التقويم، حيث يلاحظون استحقاقات البكالوريا يعني خدا واحد الطابع بانه يعني ذاك الوحش اللي كيخلع التلاميذ في كل موسم من المواسم الدراسيه، وكيبقى الهدف من التعليم هو الاعداد للامتحان وليس للحياه، وهذا كيبقى في طبيعه الحال يعني مشكل كبير. يعني كتبقى البكالوريا بطبيعه الحال هي مرحله فقط يعني اللي كيمر منها التلميذ في الحياه ديالو من بعد مرور الدراسات العليا يعني في الجامعة، يعني كتكون يعني مراحل أخرى بتحديات جديدة وبأهداف يعني وتطلعات جديدة، وبالتالي فالبكالوريا ما يتبقاش هي ذاك الوحش اللي كيخلع يعني التلاميذ في هذه المرحلة اللي كتكون حساسة، خاصة في السن ديالو ما كتكونش عنده تجارب كثيرة، وبالتالي يعني هذاك ربما الخوف هو اللي كيأثر سلبا يعني خلال يعني مواجهة ورقة الامتحانات. فبطبيعة الحال لابد من يعني قلب هذه المعادلة، يعني خصت من البكالوريا كإعداد يكون هو نقطة قوة وإضافة لمواجهة الحياة فيما بعد، لأن ما ينتظر التلميذ هو ماشي أصعب ما مما مر منه يعني باش انا يخاف من المستقبل، وانما يدير في باله ان هذه المرحله اللي غادي يدوز منها في مرحله عاديه جدا واللي خاصها غير التركيز وواحد الراحه النفسيه والاعداد المتميز باش انه يكون في المستوى. فكيبقى الهدف هو ازاله النقاب اللتان والكشف عن مشاكل التقويم. فالتلميذ يعني كيدخل لحلبه الامتحان وخصو يعرف انه غادي يخضع لواحد طقس يعني عادي لمرحلة عادية، ماشي يعني متابة يعني علبة سوداء اللي دخل القسم في امتحان بكالوريا وواحد الخوف كبير، خاصة ملي كنتكلموا على الإطار المرجعي اللي تم تحديده ديال الدروس. هنا اللي خص إشارة كبيرة للمسؤولين والمعنيين بالأمر، خاصة يتحدثوا أيضا للجمعيات اللي كيمثلوا أولياء الآباء الأمور، أنهم يتكلموا مع المسؤولين ويتكلموا مع الأساتذة باش يلقاو الحل للتلاميذ اللي تحرموا من متابعة الدروس ديالهم. وعرفنا أن هذه السنة كانوا عدد كبير من الوقفات الاحتجاجية ديال التلاميذ ديال الأساتذة اللي مفروض عليهم التعاقد،
وبالتالي خاصة الدراسة بالتناوب، يعني كان مجموعة من المشاكل اللي خلات انا الدروس ما تمشيش بديك السيروره، ما تمشيش بداك الايقاع اللي كنا كنعرفوه. وبالتالي ربما يكونوا بعض التلاميذ اللي تفرض عليهم دروس يدوزوا فيهم امتحانات اللي ولكن هما ما شافوهمش، ولا بدا من ان يتجاوز هذه المرحله ما حد هذا الوقت باقي، يعني ما بقاش بزاف ديال الوقت، ولكن حاولوا انهم اقل الاضرار بتعاون وكل الجهات، للاباء التلاميذ الاساتذه وايضا المشرفين المسؤولين على التعليم والدراسه بالمغرب، باش انهم يلقاو حلول يعني مباشره للتلاميذ، باش ان امتحان البكالوريا يعني يكون في ظروف جيده. والنقطة يعني ربما عدد كبير من التقارير اللي كتشير لها متعلقة يعني طريقة كتابة أو صياغة الأسئلة المتعلقة بامتحانات البكالوريا، يعني كيشوفوا أن خلال هذه السنة ربما السنوات الاستثنائية للسنة الماضية ولا الحالية يعني كتبقى استثنائية بطبيعة الحال، ويعني هناك مناشدة لعدم تركيز الأسئلة على الحفظ والاستظهار لكي لا يتم قتل الإبداع في عند التلاميذ. فمجموعة من الناس يعني كيشوفوا أن كلما هو معلوم سيتم اجتياز يعني امتحانات في القاعات الرياضية والأماكن الفسيحة، وهادشي اللي شفناه في السنة الماضية من أجل تحقيق التباعد الاجتماعي، لهذا ستلعب أسئلة الامتحان دورا حاسما، يعني تل الجو يعني كيتبدل يعني من القسم إلى القاعات الرياضة، العدد من الأمور اللي كتختلف اللي كتبدل عند التلاميذ، وبالتالي نبدا من يعني نحطوا هاد الامور في عين الاعتبار، وتكون واحد التعاون واحد الاضافه للتلاميذ اللي غادي يجتازوا عفوا هاد الامتحانات. فالاشاره فيوم غد ان شاء الله فستكون حلقه مباشره يعني مع عدد من الاساتذه المعروفين في هاد الاطار للحديث على استعدادات البكالوريا والمشاكل اللي كيواجهها التلاميذ، خاصه من بعد الاعلان على الاطار المرجعي لتحديد الدروس اللي غادي يتحطوا في الامتحانات الجاويه والامتحانات الاستشهاديه في كل الاقسام. وبالتالي فكندعوكم ان شاء الله يعني للحضور لهذا البث المباشر اللي غادي يكون غدا عبر موقع الدار في الصفحه الرسميه فيسبوك، وايضا في القناه يوتيوب بدايه من الساعه 10 ليلا، والضيوف فيتم الاعلان عليهم غدا صباحا ان شاء الله. فتمنيت لو يكونون مجموعه من التعليقات ديال المتابعين موقع الدار يظهروا عبر الشاشه اللي نتقاسموا من خلالها افكاركم وكيفاش كتشوفوا الامتحانات البكالوريا يعني خلال هذه السنه هذه في هذه الظرفيه الاستثنائيه، علما ان المغرب يعني والتلاميذ السنه الماضيه مروا في نفس الظروف بعد كوفيد 19 اللي فعلا غير العدد كبير من الامور في حياتنا. ونتمنوا ان ناخذ الناس تاخذ يعني دروس مهمه، يعني دروس اللي تنفعهم في الحياه واللي تساهم يعني في تحسين حياتهم يعني بشكل كبير، خاصة على مستوى الدراسة، على مستوى التعلم، على مستوى العلاقات الإنسانية، وأيضا على المسار المهني والاحترافي لكل شخص. كنشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة ديالكم، كان معكم رشيد المحمودي من مدينة الدار البيضاء في هذا البث المباشر. موضوعنا اللي حاولنا نتقاسمه معكم هو امتحانات البكالوريا واستعدادات التلاميذ. كنشكركم على المتابعة مرة أخرى وإلى اللقاء.